أول إشي جبنا صدورة الدجاج قطعناها حسب الحجم اللي بنحبه، ممكن نقطعها كمان أصغر يعني. وبعدين تبلتها أول إشي بطحين، وبعدين عملناها بخليط عجينة التمبورة. قلنا عجينة التمبورة اللي ما عنده عجينة التمبورة بيقدر يستعيد عنها بنشا وطحين وملح ورشة بيكنج باودر. بعدين شو اسمه تبلتهم مع بعض وقليتهم بالقلاية. هلأ بالنسبة للصوص، هي كانت عبارة عن سويت أند تشيلي صوص وأويستر صوص وزيت سمسم وخلي الأرز، كلهم خلطهم مع بعض، وطبعا مع سكر بني خلطهم مع بعض وتبلنا فيهم الدجاج. بس طبعا ما بيكون إنه كمية الصوص عشان ما تطرى معنا قطعة الدجاج. وبنقدر نخلي طبعا الصوص اون ذا سايد عشان برضه تضلها كرنشي على الاخر. لنعمل دجاج مكعبات مع الخس، احنا بحاجه لكوبين دجاج مكعبات، بدنا خس، بدنا خليط تمبوره للقلي، ممكن استبداله بطحين وماء، كمان بدنا 4 معالق طحين. ايش بعدين بدنا للصوص؟ بدنا معلقتين كبار سويت تشيلي صوص، وبدنا كمان دجاج مكعبات، وبدنا معلقتين كبار اويستر صوص، بدنا كمان سكر بني معلقه كبيره، زيت سمسم معلقه كبيره، وكمان بدنا خل الارز معلقه كبيره، وسمسم محمص وبصل اخضر للزينه. هلا اول شيء رح نجهز العجينه. ما بنحط عليها ملح وفلفل وهيك؟ لا لا لا، هي جاهزه بتكون هذه، عرفتي؟ اوكي، يعني بس مي وطحين قصدي. مي وطحين بالضبط. طب وطعم الدجاج من وين رح ياخده؟ هو حياخده من الصوص اللي رح نعملها اياه. يعني ما بنملح هلا احنا ولا بنحط لا ولا لانها الجاج. الصوصات كلها مالحه. أوكي. فما بقدر املح الا يعني، هي اصلا حتاخذ دغري الملوحة، طعم الملوحه. هلا رح اخلطها منيح. وبعدين حتى انا بحب الخضار بالتمبوره كثير زاكيه. طبعا كثير في ناس عشان اولادهم يقبلوا ياكلوا خضره زي الجزر، البروكلي، يعني كثير من الاشياء بحطوها بعجينه التمبوره بقلوها، فبصير الاولاد ايوه بصيروا حابينها اكثر. مزبوط. اوكي، شايفه كيف بيكون قوامها روان؟ مش انه ثقيله، لا مش لازم تكون ثقيله. ممتاز. اوكي، هلا اول شيء شايف القطع هيك؟ راح بس يعني بسموها تغبير، هذه انه بس تاخذ الدجاج لون، وبعدين بنغطه بالهاي وعلى الزيت ديب فراي. هلا رح توطيها وعلى الزيت. الزيت يس، انا رح اقرب هيك عشان نحاول ما نوسخ. نوسخ. حلوه الفكره. تمام. هلا حتى لما نقلي بدنا ننتبه انه ما يكونش كثير كميه عشان ما يلزقوا ببعض، يعني عجينه التمبوره ممكن تلزق، عرفتي؟ يعني يكون في سبيس بين طبعا ما كل وحده ووحده في مسافه. ايوه بالضبط 100%. اوكي، نروح على التمبوره وبعدين أيوة. على الزيت. على الزيت. وطبعا بيان زي دائما بتكون مجهزه اوريدي، هي المقليين جاهزين. كثير حلو. هلا شو رح نعمل؟ بدي اجهز الصوص تبعت التشيكن تمبورا. اوكي، هي اول شيء بنضيفها هون، بعدين بنلبس جلوفز. اوكي. هلا بدي اعمل الخليط تبع الصوص. اول شيء راح اضيف خل الارز، والاويستر صوص. اوكي، اذا شو حطيتي بالاول؟ خل الارز، وهلا بدي اضيف الاويستر صوص، وهلا السويت اند تشيلي صوص برضه بنضيفها معاهم. وزيت السمسم والسكر البني. هي بيجي طعمها سويت اند ساور يعني هذه الاكله. اوكي، هاي شو لسه. اوكي، هلا بنخلطهم منيح
وبعدين بنضيفهم. هلا كميه الصوص هون اقل من كميه الدجاج، هي لازم تاخذ بس طبقه خفيفه عشان بدي اياها تضلها كرنشي، عرفتي؟ وهناك عملتها دب يعني جنبها صوص عشان اللي بحب اكسترا صوص ياخذها، بس لاني ما بدي اياها تطرى، فحاولت انه اعطيها بس لون وشو اسمه وطعم يعني بدون ما تطرى. اوكي هذه لسه بدها تتحمر شوي، هيك راح نضيف الخليط اللي عملناه. شايف ما احلى لونها روان صار؟ احلى اللون دغري بتاخذ لون، دغري لون حلو بعد. فظيعه. هلا راح احركها شوي وبعدين بدنا نعبيها بالخس. طبعا هاي الوصفه للكيتو دايت بكيفوا عليها، بكيفوا طبعا. ما فيها خبز بالضبط، ما فيها كاربس. حلو. هلا هيك احنا صرنا مجهزين للسندويشات. احنا جاهزين للسندويشات. نعم، حطت غلفت الدجاج وبصير جاهز للسندويشه او للراب، خلينا نحكي مش سندويشه، هي راب خس بعدين. ايوه، بس على فكره لو حدا عنده خبز تورتيلا ما بده يعني ياكلها بخس، بيقدر نفس اللي انت عم تعمليه يعمله بخس. بنعمل ساندويتش وممكن نضيف عليها شوي جبنه. بطلع زاكي. بالضبط. لا لا تمام. يعني بنعمل فيها كثير افكار انه مش بس هاي. طبعا انا شوية مقلبت بالخس وانا اعتذر انه جايبيته طري معي بالطريق. اوكي هلا رح نعبيهم الرابس بالخس. اي اموره تمام الجاج. اوكي